مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. قوات سوريا الديمقراطية تبدأ معركة جديدة ضد تنظيم داعش للسيطرة على ما تبقى من جيوب للتنظيم في دير الزور. فرنسا تدافع عن الاتفاق النووي وتطالب بضمانات. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها لا تملك أي مؤشر له مصداقية عن أنشطة في إيران على ارتباط بتطوير قنبلة نووية بعد عام 2009. مؤسس واتساب يستقيل تاركاً رسالة مؤثرة. دراسة تحدد المرشح بالفوز في مونديال 2018 وتقول إن إسبانيا حاملة لقب 2010 مرشحة بقوة للظفر بكأس العالم في روسيا. ودراسة أمريكية تقول أن زيادة تناول البروتينات في الغذاء بشكل يومي قد يساعد على كبح الخسارة من كتلة العضلات المرتبطة بالتقدم في السن، في حين أن التمارين الرياضية تحافظ على قوة العضلات والعظام.